وسط أجواء مناخية عاصفة وممطرة جالت الممثلة العالمية أنجلينا جولي وهي المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين على مخيمات النازحين في البقاع الأوسط. الزيارة تأتي لمناسبة مرور 5 سنوات على أزمة النازحين السوريين. وفي نهاية الجولة عقدت جولي مؤتمراً صحفياً تحت المطر في مخيم الفيضة، قالت فيه إن الشعب اللبناني قدوة للعالم في الكرم والإنسانية والصمود والتضامن مع الشعب السوري. On behalf of UNHCR, on my own behalf, شكراً. But with 60 million people displaced as they are today, there is no way the governments of the world, no matter how rich or how willing they are, can prop up the UN enough to care for all of these people permanently and expect that to address the problem. We cannot manage the world through aid relief in the place of diplomacy and diplomatic solutions. We cannot discuss this as if it were a problem confined to the situations of 10 of thousands of refugees in Europe. وختمت جولي مناشدة سائر الحكومات دعم اتفاقية الأمم المتحدة لأوضاع اللاجئين، متمنية أن يبشر 15 آذار من العام المقبل بسوريا سالمة وآمنة. جولي زارت السرايا الحكومية حيث كان في استقبالها رئيس الحكومة تمام سلام، وبحثت الموفدة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين مع الرئيس سلام وممثلة المفوضية في لبنان ميراي جرار في أوضاع النازحين السوريين في لبنان.